أما هلا مشاهدينا وصلنا لآخر محطاتنا الصباحية اللي نحكي فيها عن الضغوط النفسية. كثير عم نتعرض لضغوط نفسية نتيجة الأخبار السيئة اللي عم نسمعها، نتيجة ما عم يدور حولنا واللي عم يحدث مع أهلنا بفلسطين. قديش هي الضغوط وهي المشاهد اللي عم نشوفها عم بتأثر على صحتنا النفسية وأيضا على صحة أطفالنا اليوم يا رشا، وعلى صحة الدماغ يا ليلى. اليوم هدول الصور مثل ما ذكرنا بكل صباحاتنا، نحن كجيل واعي كجيل شباب عم نشوف هاي الصور عم يكون لها تأثير جدا سلبي على الصحة النفسية. اليوم الأطفال بيملكوا خلينا نقول الخيال، أو هن معظم حياتهم بيعيشوا بالخيال. يمكن هاي الصور أكيد كمان حتأثر على خيالهم، حيبنوا من هاي الصور خيال آخر. ممكن هذا الطفل يتعرض لصدمة بسبب هدول الصور، ونحن كشباب أيضا نحن معرضين بأي لحظة لنكون بصدمة بسبب مشاهد، بسبب مقاطع الفيديو والصور العنيفة اللي عم نشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي أكثر اليوم إحنا كيف قادرين نحمي أنفسنا وشو هي الأضرار السلبية، وهل عم يكون التأثير بشكل مباشر على الدماغ. وضيفتنا لليوم الاستشارية النفسية مريم حاج عثمان. يسعد صباحك مريم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم نتيجة الأحداث اللي عم نشوفها، متابعة الأخبار حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، صارت هالشيء دائما بين إيدين الكل. خلينا نقول كيف اليوم نحن ممكن نخفف من هي الضغوط نتيجة هي الأخبار السيئة أو المشاهد السيئة اللي عم نشوفها؟ هلا أكيد نحن بنقدر نخفف كتير، بنقدر نتبع روتين معين بحياتنا، بنقدر ناخذ القنوات الصح اللي لازم تعطينا المشاهد اللي ممكن تكون مغفشة شوي على الصور العنف اللي نحن دائما عم نشوفها. بكفي إنه نحن عم نسمع الأخبار، فكمان المشاهد العنف اللي الصور ما بتقدر العقل إنه ينساها، فحصير عندي فلاش كارد دائما فلاشات بدماغي. فممكن اني انا اعمل تحديد وقت لحتى اشوف الاخبار، هي الاخبار خاصه اذا بدي اروح لسيكولوجيه الاخبار كيف بتبث الاخبار، بتعطي انه انا كيف انا عايش، كيف الخطر محدق فيني، الامور كيف عم تجري من حولي. انا لما بدي اعرف كيف اعمل الاخبار بدي اعرف نفسيه الشخص، بعمل عناوين، هي العناوين بصير الشخص بيلتفت نظره إلها، فبيقطع التركيز والانتباه على أي شيء عم بيشتغله وبيحول تركيزه وانتباهه لهي العناوين، والعناوين بتجر عناوين لأنه أنا منغمس بالأخبار، خاصة إذا كانت القضية مثل القضية الفلسطينية كلياتنا نحن حابين نعرف بكل لحظة شو عم بيصير. وإنما أنا كتر ما عم شوف هيك أخبار وكتر ما بلحظة فأنا عم تتكون عندي إحباطات، عم تتكون عندي صور عنف، عم تتكون عندي يأس من المستقبل، من الوضع العربي بشكل عام، فهذا كلياته عم بيسبب لي فلاشات بدماغي انه انا المستقبل مجهول، المستقبل صعب، المستقبل كثير خطير. نحن اليوم مريم يعني قدعنا كم هائل من الفلاشات بدماغنا، نحن يعني الفلاشات اللي عم نشوفها جديد هي عم بتزيد. صحيح. الفلاشات الموجودة. صحيح. وتصديقا على كلامك، طريقة بث الأخبار على إن كان على موقع التواصل الاجتماعي أو كان على عبر وسائل الإعلام يعني كثير عم تأثر. وشفنا بالآونة اللي بلش فيها طوفان الأقصى، الناس كان حديثة هل في حرب؟ الناس كانت خايفة، لأنه كان في تصدير للرعب بشكل كثير كبير. صحيح. طب خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص اللي بيتعرضوا للصدمة وبيدخلوا بحالة اكتئاب كثير قوية، نحن اليوم كيف قادرين نقطع فيهم للبر الآخر من الأمان؟ تمام. هلا خلينا نعرف إنه هي صدمة، ما يعني ما بعد الصدمة، إني أنا انصدمت هي أصعب. ممكن ما أعرف حالي إني أنا عندي صدمة، ممكن تظهر معي بعد شهر، ممكن تظهر معي بعد 3 أشهر، ممكن تظهر معي بعد عام أو عامين. هذا برجع بقول لك نحن العقل بيختزن كثير صور فلاشات كثيره، فما بعرف ايمتى بتطلع. فانا لخفف من الضغط هذا وخفف من دماغي كيف عم بيشتغل، المفروض اني انا اعرف مع مين عم تتوجه الاخبار. في اشخاص بتلاقيهم عاطفيين او تعاطفيين، بتعاطفوا مباشره مع الخبر، مثل ما انت مثلا بتقولي قصه خياليه بتروح مباشره بيعيش فيها، بيعيش بخيالاته، وبتلاقي الدماغ عم بيفرز هرمونات السعاده او هرمونات الحزن أو لأنه هو مندمج فيها كأنه هو عايش فيها. وفي أشخاص ما بتأثر فيهم هدول الأمور العاطفية إلا بالتكرار، وهذا أخطر نوع.
لانه انا بالتكرار الامور العقل اللاواعي يتبرمج، وخاصه نحن بنحذر دائما وعلماء النفس كلياتهم بيحذروا انه تشاهدي هذه الاخبار بدقيقه او العناوين او تشاهدي دائما الاخبار وانت عم تشتغلي الامور الحياتيه، عم تجزي الامور الحياتيه العاديه، فبتلاقي العقل اللاواعي دغري اخذ هي الاخبار وصار يبرمج العقل عليها. انا كيف بدي حد منها؟ انا اكيد ما بقدر انا اني سكر التواصل الاجتماعي. ما فينا نحد، نحن انصدمنا ومش الحال. هلا مو بس خلينا نمر، يعني اليوم في اشخاص كثير بحاجه انك انت عن جد تعبري فيهم للضفه الاخرى من الامان. تماما انا كيف بدي اعبر مو بالاخرين، اول شيء اعبر بحالي اولا، لانه الاخبار حولي مو بس اذا سكرت التلفزيون، لانه مثلا بس احيانا بتضطري التواصل الاجتماعي، بتضطري حسب الشخص اللي قدامك انك تعبري فيه قبل ما تعبري بروحك، صح؟ اكيد هذا الشيء اكيد حسب الحاجه وحسب الظرف اللي انت فيه، ولكن انا كيف ممكن اخذه لبر الامان او اخذ نفسي لبر الامان؟ المهم كثير اعرف كيف دماغي بيشتغل. في مجموعه هرمونات انا بفرزها طوال حياتي طوال يومي، هاي الهرمونات انا لازم اعرف كيف عم تنفرز. لما انا بشوف مشهد عنف فانا شو عم بينفرز عندي؟ هرمون الكورتيزون اللي هو دائما خوف، دائما تهديد، دائما في خطر محدق حواليي، فانا هون بعوارض الخوف والقلق، وممكن تكون عندي عدوانيه فيما بعد، ممكن تكون عندي انه هذا الهرمون صار يفرز بسهوله، فصار عندي الاستفزاز سهل، صار عندي العدوانيه سهله، صار عندي اني انا مين من كان عم بيحكيني كلمه قاعد على نكشه فممكن تطلع معي. فكيف انا بدي ظبط هذا الموضوع؟ اهم شيء انك تعملي مجهود بدني. المجهود البدني هذا اللي بيخليني يفرز مادة أو هرمون الأندروفين. هذا الأندروفين كتير مهم، هو مسكن عام طبيعي رب العالمين خلقه بكل بشر، بكل البشر. هذا الأندروفين له سحر عظيم، إن أنا لما بعمل مجهود بدني أنا مباشرة بصير تتوازن معي الهرمونات. يعني رياضة، أنا ما عندي رياضة، أعملي مجهود بدني أمشي، أعملي أي مجهود بدني، ما بقصد أنا بالبيت تقومي وبتعملي البيت، لا بقصد أنا مجهود بدني لإلك خاصة. هي ثابتة، قومي اعملي البيت. تمام، اخلقي روتين جديد، أنت روتينك هذا هو، اخلقي روتين جديد بالنوم، بالأكل، بالغذاء الصحي، اي شيء ممكن انا اضيفه لروتيني اليومي ولو بسيط حيعمل لي كثير فكثير بمسيره حياتي وبمهامي اليوميه اللي انا عم بشتغلها. كثير مهم اني انا خالط الايجابيين، يعني مو معقول انا شوي عندي طرف للاكتئاب او مثلا السوداويه بالحياه او الياس، انا حاسس اني عندي قلق، عندي توتر، عندي نوم متقطع، عندي كوابيس، انه كمان انا اقعد وعاشر عالم نفس الشيء عندهم، فانا بعاشر. مش معقول هيك. لا مش معقول كلياته صار عنا يأس جماعي. لا اكيد انا بخالط الناس الايجابيه قدر المستطاع، بفرغ مع صديق، كثير مهم انه يكون عندي صديق ظريف بيفهمني بفهمه. الاقارب كثير مهم انه يكون عندي اقارب، الزوج او الام او الاب يحتووني بهذا الشيء. اذا انا بعرف حالي عندي مثل ما قلت لك عوارض قلق، توتر، عندي انا دغري بمنفعل، عندي انفعالات شديده، فكثير مهم اني انا الجا لهذا الصديق عشان ما افوت حالات كآبه ممكن لا قدر الله تصبح مرض. يعني انا ممكن يصير عندي طرف كآبه شوي، اللي انا اوكي يأس شوي، ولكن انا اذا ما عرفت عالج موعيت للموضوع انا ممكن اني غمس هذا الموضوع وما عاد احسن اطلع غير بمختص نفسي او مختص مرشد نفسي لحتى يطلعني من هالموضوع. تمام. مريم، ذكرنا من شوي انه الدماغ بتختزن وبترسم تخيلات. صحيح. عن الحالات الشافته، ممكن اشخاص يقدروا انه يرسموا تخيلات اقصى من المشاهد اللي شافوها او الاشياء اللي سمعوها؟ ايه، هلا الدماغ بيتخيل صحيح وبيعمل احلام ممكن تكون سيئه. ليه؟ لانه في عندنا شيء اسمه بالدماغ الحيز السلبي. هذا الحيز السلبي هو خلينا اقول توجه نفسي طبيعي ممكن ياخذني دماغه، وعلى فكره بخليني اهتم بالأسوأ ما يحدث من حواليي. هو الهيبه هي خليني فيها، ليش؟ لانه عنده توجه نفسي انا مشان اعرف الخطر اللي حواليي، فباخذ الأسوأ شيء عم بيحدث حواليي وببلش طور فيه، دماغي بيطوره لحتى يحميني. هو دفاع طبيعي لنا. فالفكره ممكن تقولي لي مثلا انه شوفي لما نحن بنعمل عنا مكاسب ما بيتاثر فيني قد ما مثلا بخسر.
هو هذا الحيز السلبي اللي بالدماغ مشان يحميكي عنده هذا الحيز وهذا التوجه النفسي، فبيخليكي بخطر معين تكوني متحفزة، تكون عندك اهتمام كتير كبير، تقولي اهتمام لإله، فبتلاقي حالك إنه المكاسب عندك ما أثرت مثل ما أثرت الخسائر. مثلا في عيوب الآخرين ظهرت لك أكثر من إني ظهرت لي عيوب إيجابياتهم مزاياهم. عيوبي كمان بقولك شو عيوبي بتظهر لي أكثر ما تظهر لي مزاياي أو الإيجابيات تبعي. هو هذا توجه نفسي طبيعي لحتى أنا أعرف الأخطار اللي موجودة عندي بحوالي. غير هيك ممكن كمان يكون عندي إنه أنا بعرف إنه دائماً إنه أنا ليش دائماً بطلع على الشيء السلبي ما بطلع على الإيجابي. بيقولوا لي ليش إحنا بنطلع على السلبي ما بطلع على الإيجابي؟ لأنه هو نمو طبيعي بالدماغ عم بيوجهني لحتى يحميني من أسوأ شيء ممكن يصير عندي، فبتنبنى هالخيالات اللي عندي أنا كإنسان. طيب مريم، خلينا نحكي اليوم عن الصدمة اللي كان بين الأحداث اللي عم تصير بفلسطين أو كان من الأمور الحياتية، ضغوطات الحياة، أي شيء ممكن إحنا نصير بحياتنا، ممكن أي حدا فينا يصير معه قصة مشكلة، يشوف مشهد عنيف أو صور مؤذية يحس إنه هو كتير تأذى، ولكن بقول أنا مرقت إنه أنا كيف قدرت أمرق منها، ولكن هو بعد فترة بتفاجأ إنه هو ما قدر أبداً يمرق منها. بلش يصحى، يعني نحن شبهناها بالرصاصة وقت بتدخل على الجسم بلحظتها انت ما بتحسي فيها تماماً. بس تبرد بلش شوي شوي نوعا انه نحن شو شفنا او شو مرق بحياتنا. خلينا نحكي عن الصدمة تماماً. يعني كيف نحن ممكن نشعر او نحن نعرف انه نحن دخلنا بمرحلة صدمة؟ تمام. انا هلا انا قلت انه انا ممكن يصير عندي قلق كثير، عندي توتر كثير، دائما افكاري سلبيه، دائما عندي كوابيس ممكن تصير، ممكن عندي تقطع بالنوم، انا ما عم بقدر نام منيح. طيب كيف نحن شلون نعرف اذا حدا بخصنا فايت بهي الصدمه؟ تماما. دائما افكاره سلبيه، دائما ما عنده تامل او امل بالمستقبل، دائما افكاره وكلامه دائما عنده احباط، عنده ياس، ما عنده امل بالمستقبل. هذا دائما انا اذا للاخر عم تحكي، اما اذا عندي انا عني انا بعرف حالي انه انا شهيتي منقطعه او نومي متقطع او انا مستثار باي شيء، بصير عندي غضب وعدوان، لانه هي الصور اللي تراكمت بدماغي هي اللي عم تخلي لي يصير في عندي اضطراب بالجهاز الانفعالي عندي. فبصير عندي ماده او الهرمون الكورتيزول باوجه، بصير عندي دائما انا متحفز لاي لحظه حدا بيخليني استثار او اني انا انفعل، فدائما بصير عندي عدوانيه وخوف. بصير عندي الشخص الاخر بقدر انا اشوفه انه عنده عدوانيه وعنده خوف، عنده يأس، أو العكس إنه عندي إياه. فهي الصدمة أنا بعرف عندي عوارضها. هون أنا بقول هون الوعي بيلعب دور، إني أنا عندي هدول العوارض، إني أنا انغمس بروتين جديد، انغمس بمهامي، انغمس بعملي، انغمس إني أنا لازم أعمل هالمجهود. هون النقطة المهمة تماماً، لازم أعملها حتى أنا أطلع منها، وإلا برجع بقلك أنا بنغمس وبروح فيها. زائد إني أنا حدد كتير، بقولها كتير، حددي وقت لحتى تشوفي هي الأخبار. بعرف من السوشيال ميديا حولنا وحوالينا، وإذا ما شفتها بالأخبار حتطلع لي بالموبايل وأنا عم بتصفح تصفح نومي. بنومي ممكن حدا يجي اللي شفتي سمعتي يعني أنا هذا الشيء بعرفه، ولكن لما أنا بنغمس بمهامي اليومية اللي أنا عم بعملها بشغلي عم بأنجز، فالعقل حيعطيني إني أنا صير عندي مضاد مثل مضادات حيوية، إني أنا عم بنغمس بشغلي، فأنا بقدر أطلع منها بكل سهولة لهذه الصدمة. مريم، خلينا نحكي شوي عن فئه الاطفال اللي هن كمان بيتعرضوا لهذا الشيء. يعني أكيد. ممكن الكبار يقدروا في طرق ممكن يحموا حالهم من هذا الشيء، لكن الاطفال اليوم خصوصا الاهل كيف ممكن يحموا اطفالهم من هي المشاهد اللي عم بيشوفوها؟ هلا هي المشاهد اللي عم بيشوفوها هي العتق على الكبار. اني انا لما بدي احط اخبار، اكيد لما بدي احط اخبار ما يكون ولد قدامي حتقولي لي لا مام شلون بدي انا اسمع الاخبار والاطفال ما يكون موجودين، تحري بوقت اني انا مو ضروري اسمع العناوين اخبار 100 مره. المشكله عنا وين؟ مشكلة إنه نحن بنشوف الأخبار مو مرة ومرتين وثلاثة، بنعاد لعشر مرات ومئة مرة ونفس الخبر، كرمال أنا أشبع كل تفصيلة لحتى أعرف هذا الخطر اللي عم بيحدق فيني، هذا الخطر الموجود اللي أعرفه شو هو لحتى أنا دافع عن نفسي فيه. فما ضروري لما بشوف الأخبار يكون قدام الأطفال، ما ضروري لما بدي أحكي عن القضية الفلسطينية على سبيل المثال أو عن الكوارث لما صار عنا زلزال أو أحكي عنها قدام الأطفال، وخاصة قدام الأطفال اللي عم بيطلعوا من فترة عمرية لفترة عمرية تمام.
المراهقه كانت او ان كانت فتره الصغر، انه في الطفوله المبكره للطفوله 7-8 سنين. فكتير مهم اني انا ما اتحرى هذا الموضوع، اتحرى اني انا اشوف الاخبار طفلي ماله موجود. طب طفلي شافه عن ستو جده، كتير مهم اني انا اشرح له، خاصه اذا هلا قضيه فلسطينيه، اشرح له شو عم بيصير بشيء يتناسب مع عمره وشريحته العمريه. مريم، بسؤال اخير وباجابه جدا مختصر، احنا وقتنا خلص اليوم. طبعًا. اهم العلاجات بمرحله الصدمه هي دوائيه او عاطفيه؟ هلا هي احيانا بتكون الاثنين، احيانا انا بلجا للعلاج النفسي والعلاج السلوكي المعرفي اني اغير الافكار السلبيه، وكثير مهم اني انا كمان الجا، ممكن الجا بمطارح للعلاج النفسي الدوائي. في اشخاص محتاجين لعلاج نفسي ودوائي مع بعض، في اشخاص محتاجين فقط لعلاج معرفي وسلوكي. ممكن انا بس اغير لهم الروتين تبعهم، اغير لهم افكارهم لحتى يطلعوا من هذه اثار ما بعد الصدمه. ان شاء الله دائما بالصحه النفسيه والجسدية لك الحدا مرافقنا بصباحنا اليوم. شكرا مريم لحضورك، نورتي صباحنا لليوم. شكرا لك مريم، يعطيك الف عافيه، وشكرا على المعلومات اللي قدمتيها. اهلا وسهلا.